هو المركز الكاثوليكي اصله بيبقى مهتم جدا بعرض الافلام اللي هي ليها مواضيع تهم الجمهور المصري وتهم البنات والشباب والمراه، فطبعا دي حاجه كويسه منه ان هو دايما يبقى متابع ودايما يبقى العرض الاول بالنسبه لنا يبقى في المركز الكاثوليكي، عشان هو يعني المواضيع دي مهمه او الافلام المهمه هو دايما بيدور عليها ودايما بيعملها. لا هو الفيلم طبعا كتمثيل مش فيه صعوبة، بس هو طبعا في أفكار معينة لازم نبتدي نغيرها، يعني طريقة التعامل مع الشاب أو البنت أو كده لازم تبتدي تتغير، لأنه الشباب دلوقتي مطلعين قوي وعندهم كذا حاجة من خلال النت من خلال حاجات كتير قوي، فصعب أنك أنت تسيطر عليهم بالطريقة القديمة، يعني عايز تسيطر عليهم. وطبعا انت اكيد يعني اكيد هي العامة لما عايزة تسيطر على بنت اخوها هي عشان خاطر هي خايفة عليها، بس انا خوفي على اولادي دلوقتي لازم يبقى بطريقة مختلفة، اللي هو مثلا يعني اقربه مني اتكلم معاه، مش بالاجبار ولا بالغصب ولا بالضرب ولا الحاجات دي كلها مش هتجيب نتيجة دلوقتي مش زي زمان. لا بس طبعا هو كل الناس مبسوطة من الفيلم ومبسوطة من الفكرة ومبسوطة في ان احنا بنعرض الافكار اللي احنا عايزينها تتغير، فده بيبقى في حد ذاته شيء كويس يعني، وبيبقى في أي مهرجان أكيد الناس بتبقى يعني سعيدة بالفيلم وبتطلع منه بشيء هم فعلا عايزينه يتغير. لا لسه الفترة اللي جاية ما فيش حاجة، بس إن شاء الله في مسلسل نصي التاني هيتعرض قريب بإذن الله، هيتعرض على شاهد. مكملة يعني كل ما اشوف حد دلوقتي يقولوا لي، يعني الاول كانوا بيقولوا لي ما تقولي بقى واحنا هنجيبك من اسكندريه عشان تروحي تقولي له والحاجات دي، دلوقتي بيقولوا احسن حاجه عملتيها انك انت قلتي له، كان لازم تقولي له من الاول وكان لازم ما تسمعيش كلام جوزك، يعني لسه الناس لسه تاثير جعفر العمده موجود معاهم. ما انا بوجه بقى او من خلال الفيلم بنوجه انه الاهل لازم يتعاملوا بطريقه تانية مع الشباب، مع البنت مع الولد مع الشاب، لانه الطريقه بتاعت زمان مش هي اللي هتبقى تجيب نتيجه في التطور اللي احنا عايشين فيه ده كله، يعني الشباب مطلعين على حاجات كتير قوي يمكن احنا في حاجات جايز احنا مثلا مش عارفينها قدهم، فعندهم وسائل تواصل اجتماعي والنت الحاجات دي كلها، فما ينفعش تسيطري بنفس الطريقه بتاعت زمان، تسيطري دلوقتي بانك تقربي منهم من افكارهم، تحاولي لانه تفهميهم ان انت بتعملي ده لمصلحتهم، ويبقى في صداقه ما بينك وما بين الشاب او البنت او كده علشان تقدري توصلي انك فعلا تسيطري، مش بالخناق ولا بالضرب ولا بالعافيه ولا الكلام ده، كل دي مش هتجيب نتيجه. والله بقى ده شغل ممثل يعني، الدور اولا بس انا ما خدتوش من وجهه نظر سخيفه، يعني انا حاولت اعمله لايت كوميدي، ان هي ست يعني ايه، لان انا خفت ان الناس تكرهني عشان خاطر دي دنيا سمير غانم الناس بتموت فيها وبتحبها، بقت الساحره الشريره يعني، ما انا نجحت برضو يعني ان انا عملت الدور، يعني خلاص الناس حست ان انا دي الست مرات الاب بتاع، بس انا ما حسيتش ان هو يعني، بالعكس انت ممكن تقعدي تضحكي على اللي هي بتقوله، فعملته ايه خفيف شويه عشان بس ما الناس ما تكرهنيش قوي، بس هي حتى لو كرهتني وقالت عليا ساحره شريره فده معناه ان انا نجحت في ان انا اوصل الدور بتاع مرات الاب، بس احنا عايزين مرات الاب اصلا تتغير، مش لازم عشان دنيا سمير غانم بس، لا عايزين مرات الاب تبقى ام لكل يعني كل ولد او بنت يبقوا اولاد جوزها.